اهلا بكم من جديد. والى ملفات ايضا في هذا اليوم، مجلس النواب الليبي اكد انه ناقش مقترحات غسان سلامه بشان تعديل مهام السلطه التنفيذيه بالاتفاق السياسي، وقرر ايضا احاله مبادره سلامه وايضا مجلس الدوله الى لجنه الحوار السياسي لمناقشتها. كذلك اكد المجلس على الخروج بتصور نهائي حول تعديل الاتفاق السياسي الاسبوع المقبل. مرحلة جديدة تستعد لها ليبيا، حيث يتوقع أن تشهد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. فبعد أن التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الأسبوع الماضي رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، كان هناك لقاء آخر بين السائح ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر المجلس، حيث ناقش مدى استعداد المفوضية وما تطلبه من المجلس للقيام به بشأن تعديل بعض القوانين وتذليل الصعاب لكل ما يعيق المفوضية لكي تكون مستعدة سواء لانتخابات قادمة أو لقانون الاستفتاء. وقدم السائح شرحا مفصلا عن مدى استعداد المفوضية وجاهزيتها في الفترة القادمة بعد موافقة المجلس لكي تنطلق في العملية الانتخابية. أوضحنا للسيد رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء مدى جاهزية المفوضية واستعدادها لكي تقوم بتنفيذ هذه الاستحقاقات القادمة، وأوضحنا للسيد والسادة الحضور قدرة المفوضية ومتطلبات العملية الانتخابية لهذه الاستحقاقات وما يجب أن يتم خلال الفترة القادمة. السراج كان قد بحث مع السائح أيضا استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأبدى استعداد الحكومة لتوفير الدعم المطلوب وحل ما تواجه المفوضية من مشاكل لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية، وهو ما حدث بالفعل، حيث خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مبلغ 500,000 دينار ليبي لصالح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتغطية المصروفات الخاصة بتسجيل الناخبين. اللقاءات التي يقوم بها السائح تأتي في إطار التواصل مع مجلس النواب وباقي الأطراف السياسية لتهيئة الأوضاع والمناخ المناسب لإجراء الانتخابات في ليبيا، وهو ما يستلزم العمل على ذلك منذ الآن لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى نتائج يرضاها الجميع. ومعنا حول هذه الانتخابات والاستعداد لها مباشرة الدكتور عبد الحفيظ غوقا نائب رئيس مجلس الانتقالي الليبي السابق. دكتور أهلا بك، وهنا يعني يبدو أن مرحلة جديدة تستعد لها ليبيا ويتوقع أن تشهد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أيضا بعد أن التقى رئيس مجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح الذي التقى بدوره أيضا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. كيف ترى أهمية الاستعداد لهذه الانتخابات المقبلة؟ مساء الخير أخي الكريم والمشاهدين الكرام. طبعا كل ليبي يتمنى ويرجو أن نذهب إلى الانتخابات في أقصر الأجال حتى ننتهي من الأزمة وننتهي من كل الأجسام التي فشلت في إدارة المرحلة بامتياز، فشل كبير من كل الأجسام الموجودة الآن. ولكن دعني أقول أن مسألة الذهاب إلى الانتخابات الآن يعني أنا أراها بعيدة. نعم المفوضية تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى وقت لتكون مستعدة للانتخابات، ولكن نعم. قبل ذلك نحن نحتاج إلى حكومة لتنهي الانقسام، لتوحد المؤسسات في الدولة، لتبسط الأمن المختل في كل أرجاء البلاد. هذه مسألة مهمة جدا قبل الذهاب إلى الانتخابات. وإلا إذا ذهبنا إلى الانتخابات في ظل هذا الوجود المسلح خارج شرعية الدولة لن يكون هناك أي نتائج ترجى من الانتخابات. قبل الذهاب إلى الانتخابات يجب أن تشكل حكومة واحدة، يجب أن تنتهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة وتتوحد، ويجب أن يتحقق الاستقرار وينزع سلاح الجماعات المسلحة في أي مكان من الدولة الليبية، في الجنوب في الغرب في الشرق، يجب أن ينتهي السلاح خارج شرعية الدولة. بغير ذلك أعتقد اللقاءات نعم هي مهمة للاطلاع على مدى إمكانية المفوضية ومدى استعداداتها مدى احتياجاتها، هذا أمر مهم جدا. نعم. ولكن الأمر مبكرا للحديث على الانتخابات الآن، نحن نحتاج لمدة انتقالية أخرى قد تصل إلى سنة لتحقيق الاستقرار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ومن ثم نذهب الى الانتخابات حتى لا يكون هناك عزوف من المواطنين على العمليه الانتخابيه القادمه. ومع ذلك يعني في الناحيه اللوجستيه او الناحيه الفنيه يعني السائح قال ان هناك تفاصيل فنيه تحتاج الى استكمال لتكون المفوضيه هنا على استعداد لاداء مهامها كما قال،
والمجلس طبعا قرر لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات. على الجانب الآخر كما تقول دكتور عبد الحفيظ وهو الجانب اللوجستي لمحاولة إحلال السلام، هنا اجتماع في مقر الجامعة العربية يضم كل من وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر. صحيح. كيف ترى هذا الاجتماع أيضا وكيف ترى التمويل للمفوضية في نفس الوقت لكي تتم هذه الانتخابات؟ أعتقد أن اجتماع الدول جوار ليبيا مصر وتحديدا مصر والجزائر وتونس هو مستمر يعني بمعدل يعني اجتماع في كل شهر للتنسيق وللتشاور، وأعتقد أن البيانات اللي صدرت عن آلية دول الجوار نصت على أن الآلية ستكون في حالة انعقاد مستمر إلى أن تحل الأزمة، وهذا لا يخرج عن الاتفاق الأممي وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية وجيش موحد تحت مظلة سياسية، هذا هو ولا حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا. هذه هي يعني أهم مرتكزات الحوار. لقاء الغد الذي تحتضنه القاهرة أعتقد سيكون لقاء تشاوري، وأنا أعتقد أن حتى المبعوث الأممي قد يحضر هذا اللقاء. لماذا؟ حتى يضع الوزراء الخارجية في صورة ما تم من مقترح قدم من قبل الدكتور غسان سلامة مؤخرا إلى مجلس النواب الليبي وإلى لجنتي الحوار التابعة لمجلس النواب والبرلمان من أجل حل الإشكالية في آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه. أعتقد هذه مسألة مهمة. الدكتور غسان سلامة قدم هذا المقترح كحل أخير أمام التعثر الذي شهدته اجتماعات تونس حتى يخرج من معضلة المجلس الرئاسي وحكومة المجلس الرئاسي. قدم مقترحات لآلية اختيار هذه الحكومة دقيقة ومهام السلطة التنفيذية التي سيشكلها المجلس الرئاسي، وأرجع المسائل الخلافية مسألة المادة الثامنة فيما يتعلق بالقيادة العسكرية. أعتقد هناك مسار في القاهرة في الجانب العسكري والتوحيد المؤسسة العسكرية يسير بشكل جيد جدا هذا المسار، وقد يعلن في الأيام القادمة عن هذا النجاح للمسار توحيد المؤسسة العسكرية، والتالي يأتي إرجاء مسألة مادة الثامنة المسألة الخلافية العميقة إفساحا للمجال أمام هذا المسار الذي ترعاه القاهرة منذ مدة بين العسكريين من الشرق والمغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية. أعتقد هذه مسائل مهمة إذا ما تمت يعني بوتيرة أسرع سنكون أمام ملامح حل. مرة أخرى أرحب بك يا دكتور عبد الحفيظ، يعني أريد رأي حضرتك في هذا الطرح. البعض يرى أن الخطة الإيجابية التي وضعها غسان سلامة تبدو إيجابية للغاية وطموحة، ولكن هناك إشكاليات دستورية وقانونية لا تستلزم العملية الانتقالية المرحلة الأولى من هذه الخطة الخاصة بغسان سلامة، وأنه لابد في البداية من إصلاح مجلس النواب ومجلس الدولة قبل الشروع في أي استفتاءات أو إقرار التعديل السياسي وما غير ذلك. يعني ما رأيك بهذا الطرح؟ صحيح، هو الأخت الكريمة الخطة الدكتور غسان سلامة التي أعلن عنها في 20 سبتمبر الماضي هي يعني ترتكز على 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي مسألة تعديل الاتفاق السياسي والتي فشلت حتى الآن. أمام هذا الاستعصاء قدم المقترح الأخير منذ يومين فقط إلى مجلس النواب ومجلس الدولة، وأعتقد أن سيحظى بقبول لأن نتاج مشاورات هذا المقترح. ثم نأتي إلى المرحلة الأخرى وهي المرحلة الدستورية، وهي المرحلة المهمة اللي هي جاءت في تقريركم اللي هي الذهاب إلى انتخابات ومع العمل مع المفوضين انتخابات ووضع قانون للاستفتاء فيما يتعلق بالدستور الذي أنجز من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. هذه العملية يعني مرتبطة. إذا ما نجح الدكتور غسان سلامة في مسألة تمرير مسألة التعديل للاتفاق السياسي عن طريق مجلس النواب بعد أن تم إرجاء المسائل الخلافية التي لا يمكن الوصول إلى اتفاق بشأنها، تم إرجاءها، وهذه قد يعني يتجاوزها حتى الاتفاق السياسي عادي يتم تعليق هذه المسألة. إذا ما تم نجاح ذلك أعتقد أن يكون هنا الحديث عن العملية الدستورية وعن الانتخابات وعن فوضية العليا للانتخابات ممكنا، وإصلاح مجلس النواب مسألة مهمة، كذلك إصلاح مجلس الدولة، لأن مجلس الدولة من ضمن المقترحات في التعديل الاتفاق السياسي هو إعادة تشكيل مجلس الدولة بما يضمن تمثيل التيار الوطني الذي أقصي منذ فترة وهي ما يعرف بكتلة 94 داخل مجلس الدولة. هذه يجب أن تعود إلى مجلس الدولة طبقا لما نص عليه الاتفاق السياسي لأنهم منتخبين في 7/7/2012 وهذا جاء بالنص. أما مسألة مجلس النواب أعتقد إذا ما تم تعديل الاتفاق السياسي وحظي هذا التعديل بقبول مجلس النواب سيعود كل
النواب الذين قاطعوا الى المجلس، وسيلتئم المجلس مجددا لانه مطلوب منا ان يضمن هذه التعديلات في الاعلان الدستوري، وهذه مساله غايه في الاهميه. طيب ثم ان مجلس النواب هو الذي سيطلع بمساله المسار الوطني. نعم. ايضا مهم الاستفتاء. يعني نعم. المسار السياسي ياخذ مجرى، ماذا بشان المسار الوطني؟ ضروره ادماج الجماعات المسلحه مره اخرى وعودتها الى النسيج الليبي، مبادره لتوحيد الجيش الوطني، استمرار جهود المصالحه، قضايا اللاجئين وغيرها من القضايا المرتبطه بالمسار الوطني داخل ليبيا. في المرحلة الثانية من خطة الدكتور غسان سلامة تضمنت إنشاء المؤتمر الوطني الجامع، وهو سيضم كل من تم استبعاده في المرحلة السابقة من جولات الحوار، وهذه مسألة مهمة جدا تبني يعني على أساسها المصالحة، تبنى على أساسها المصالحة الوطنية. هذه مسألة غاية في الأهمية. أما المسار الأمني والمسار العسكري أعتقد يسير بشكل جيد. الاجتماعات التي حدثت في القاهرة مؤخرا يعني تشير إلى تقدم في هذا الجانب، وهذا ما نعول عليه. إذا ما توحدت المؤسسة العسكرية يصير مسألة حل الميليشيات ودمجها وإعادة تأهيلها مسألة ممكنة جدا عن طريق الوحدات العسكرية. شكرا لك، كنت معنا مباشرة دكتور عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق. إلى هنا تنتهي معكم هذه الجولة في ملفات حصاد هذا اليوم، ونذكركم بمعرضناه من ملفات. الرئيس السيسي ونظير الزامبي يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ويعقدان جلسة مباحثات مشتركة. المدن الساحلية والأثرية تنهي استعداداتها لاستقبال الموسم الشتوي وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر. بعد التوافق على المواد الخلافية بالاتفاق السياسي، ليبيا تقترب من إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات. ملفات أونلايف انتهى. شكرا لغدوة، شكرا وإلى اللقاء.